Day in My Life was a UNICEF Jordan project supported by the European Union involving Jordanian and Syrian students from four different schools. Equipped with point-and-shoot cameras, the 26 students were taught some of the basics of photography, beginning with how to compose an image so that it's interesting and that your intended message is understandable, not only by the person taking the photograph, but by anyone who sees it. They discovered that photography can be quite magical in the way it freezes time, and that it was important to choose those decisive moments carefully. Encouraged to have fun with their cameras, they set off to explore new ways to express themselves, with the mission to tell some of the most important stories, their stories. أنا اسمي أبرار، صف السابع. أنا لما كنت رايحة على السوق شفت هاي البنت كانت تلعب، فحبيت أصورها. أنا وأهلي كنا قاعدين عم نفطر، صورتهم، حبيت أصورتهم وإحنا نفطر. صورت هاي الصورة من شان أبين للناس إنه نحن ما بنيأس، إنه كل الناس راح تطلع لبرا وراح تحاول إنه تطور حالها. شفت الأولاد قاعدين عند مكان البيع، مكان السوق يعني، مو مكان المدرسة. فأنا يعني سألتهم شو بتسووا هون، فقالوا لي إحنا ما بنقدر نروح على المدرسة. قلت لهم ليش ما تروح على المدرسة يعني؟ فقال إحنا لازم نشتغل على العربايات، إحنا يعني يلا قادرين نجيب مصروف، بنشتغل ويلا قادرين نجيب مصروف البيت، فشلون بدك يعني نروح على المدرسة؟ هاي الصورة مأخوذة ببيتنا، وهذا أخوي وهو نايم. أي أنا إني صورته إنه مرتاح، هو كثير هون بالنوم، مش يعني مثل أيام سورية كان يعني بالقصف وهي ما يقدر ينام، يظل كل ساعة مثلا كل قذيفة لهيك هون حاس إنه حاس بالأمان هو هون. في هذا المشروع إنه أنا تعلمت إنه إيش كل صورة التقطها إن يكون لها قصة.